lymphocytic vasculitis. ايه هما الليمفوسيتيك فاسكولايتس؟ هما حاجتين، بليفا وبي ال سي. وخلاص انا هقفل على كده، وانا كده خلصت الفاسكولايتس كلها، والمره الجايه ان شاء الله بانيكيوليتس وايريسيما، وبعد كده اقول لكم باي باي. ايه هما البي ال سي؟ يعني بليفا وبي ال سي؟ بليفا وبي ال سي احنا هنعرف بي ال سي. صفر كام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. 150 في الاول. يعني ايه بليفا؟ اختصار، اختصار لكلمة ايه؟ بيترياسيس، لايكينويد، اي التي سايلنت ماشي، فيريفورم اكيوته. اولا في ناس بتحطهم مع ضمن الليمفوسيتيك فاسكولايتس، وفي ناس شالتها من الفاسكولايتس اصلا، لان كونها فاسكولايتس اندر ديبيت، شك لسه مشكوك فيه، لسه مشكوك في امرها. يعني ايه بيترياسيس؟ ده حاجه متعدده الاشكال كده وعليها سكيلز، وطالما عليها سكيلز يبقى ادور في الهيستو باثولوجي هلاقي ايه؟ يبقى دي اول حاجه هايبر ايه بس بارا. لايكينويد، طالما قلنا لايكينويد يبقى ده عباره عن بابيول صح؟ وممكن الاقي فيها انفلتريت كانه بالظبط باند لايك، يعني ممكن الاقي بيري فاسكولار انفلاماتوري انفلتريت عند الديرمو بيدرمال جنكشن صح؟ طيب دي كلمه لايكينويد باند لايك انفلتريت او بيري فاسكولار انفلتريت عند الديرمو بيدرمال جنكشن. حلو؟ اي يعني واء، اي باللاتين يعني واء، بيترياسيس لايكينويد اي واء فاريلي فورم. يعني كلمه فاريلي فورم يعني يشبه الفاريسيلا صح؟ طب الفاريسيلا كانت بتيجي بايه؟ بتيجي بابيولو فيزيكال صح؟ وكمان بتسيب لي مكانها اتروفيك سكار، يبقى اتوقع ان صاحبنا ده ممكن يجي لي بابيول. هو فعلا بيجي بابيول، والبابيول دي بتبقى في وسطها فيزيكال، والفيزيكال دي بيحصل فيها نيكروزس وستافنج، وتسيب مكانها بيتد سكارز. هيموراجيك فيزيكال كده وتسيب مكانها بيتد سكارز، كانها بالظبط مين؟ تشيكن بوكس. اكيوتا لانها بتيجي وتروح، تيجي وتروح. طب المرض ده اللي هو البليف ده بيترياز لايكونيت ايت فاريفورم اكيوتا ده بيجي لي بريكارنت اتاك اوف كروبس، كروبس تيجي مره واحده لانه اكيوتا اوف نيكروتيك بابيولز او بابيول والسنترال نيكروزس اللي انتوا عايزينه ماشي، او بابيول والسنترال فيزيكيليشن زين نيكروزس، تيجي اكتر في ترانك وتيجي اكتر في العيال الصغيره ماشي، تقعد ايام لاسابيع وبعد كده بتختفي، وبعدين ممكن يحصل لها ريكارنت تاني. حلو؟ يبقى ريكارنت اتاك اوف نيكروتيك بابيولز مين اللي في الترانك، وبتيجي اكتر في العيال الصغيرين. فاكرين كنا احنا بنتكلم في الام اف على حاجه بتيجي بسرعه وما بتقعدش كتير وتختفي بسرعه صح؟ مرض اسمه ها ليمفوماتويد بابيولوزيس. حلو، ده احنا هنخش بقى في الديفرنشال دايجنوز بتاعه. البليفا دي علشان نفهم الهيستوباثولوجي، انا قلت ان بيتكون فيزيكال صح؟ انا بتكلم دلوقتي على مين؟ على مرض من ضمن حاجه اسمها الليمفوسيتيك فاسكولايتس صح؟ هو الليمفوسيتيك يبقى اكيد الليمفوسايتس كتير صح؟ الليمفوسايتس كتير فين؟ في الدرمس. الليمفوسايتس الكتيره اللي في الدرمس دي راحت سحبه 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 وراحت داخله على الابيدرمس وعملت وات از كولد اكسوسايتوزيس. وعرفنا ان الاكسوسايتوزيس دي عرفنا ان هي مايجريشن اوف انفلاماتوري سيلز، اي انفلاماتوري سيلز بما فيهم الليمفوسايتس، من الدرمس للابيديرمس صح؟ اند اسوشيتد ويز سبونجيوزس. انما الابيديرموتروبيزم مالجنان مونونيوكلير سيلز او مالجنان سيلز او اتيبيكال سيلز من الدرمس للابيديرمس نوت اسوشيتد مع سبونجيوزس. يبقى انا دلوقتي انا عندي هيحصل مايجريشن من التي لينفوسايتس او الليمفوسايتس من الدرمس للابيديرمس، يبقى انا هلاقي في الابيديرمس في باراكيراتوسيس وهلاقي كمان فيها لينفوسايتس، وهو ده اللي عمل الاسبونجيوزس، وهو ده اللي عمل في الاخر الفيزيكال. حلو؟ طيب وانا كنت بتكلم كده بقول لك ده هيموراجيك فيزيكال صح؟ الهيموراجيك فيزيكال ده جت منين؟ قال لك والله انت عندك الاول فاسكولايتس، والفاسكولايتس دي عملت اكسترا بوزيشن في الار بي سيز، والار بي سيز مع الليمفوسايت سحبوا مع بعض كده رايحين للابيدرمس. يبقى انا لما اتكلم على الابيدرمس طبعا والهيموراجيك فيزيكال دي الار بي سيز دخلت مع الاسبونجيوزس وراحت عملت لي كانها هيموراجيك فيزيكال. يبقى انا لما اجي اتكلم في الهيستوباثولوجي هقول ايه؟ الهيستوباثولوجي بتاعي فيه باراكيراتوزيس
معاه سبونجيوزيس ومعاه ار بي سيز ويزن ذا ابيدرمس صح. طيب وانس ان الار بي سيز تقدر تطلع ويزن ذا ابيدرمس ده معنى كده ان الديرمو ابيدرمال جنكشن اتكسرت الليمفوسايتس تطلع عليها عليها كيموكاينز تسحبها انما الار بي سيز تطلع عليه بسلامتها دي يبقى اكيد الديرمو ابيدرمال جنكشن اتقطعت وهو ده اللي بعد كده هيعمل لي بيتد سكورز. يبقى انا لما اجي اتكلم بقى عن لا اكسيتوز انفلاماتوري سيلز انما ار بي سي تطلع ليه يعني ده هيموراجيك فيزيك اللي خلاص. الاكسيتوز ده مع سبونجيوزس ولا معاه سبونجيوزس؟ هو اللي بيعمل سبونجيوزس. الاكسيتوزس هو اللي معاه سبونجيوزس ماشي زي الاكزيما بالظبط. الاكزيما دي نوع من انواع فيها اكسيتوزس. يبقى انا دلوقتي مش هحفظ بيترياسيس لايكينويد ايفري الفورم اكيوتا اللي كنا زمان كانوا بيقولها قوي لو شفت باستيول على اريسيمتا سبيس او فيزيكال على اريسيمتا سبيس يبقى دي بليفا. بس احنا دلوقتي خلاص عرفنا ان بابيول وعليها فاين سكيلز وممكن الاقي فيها فيزيكال هيموراجيك فيزيكال وممكن اشوف مكانها بيتد سكار نيكروتيك فيزيكال سنترال نيكروتيك فيزيكال معاها بيتد سكارز. الهيستوباثولوجي بتاعها بقى عباره كيراتوزيس سبونجيوزيس ار بي سي زوزن زي ابيدرمس وعندي بريفاسكولار سوبرفيشال انفوسيتيك انفلاماتوري انفلتريت ويز ايفيدنس اوف فاسكولايتس اور نوت. احنا لسه عمال اقول اكسوسيتوزيس وابيدرموتروبيزم ودي فيها اكسوسيتوزيس وعشان كده معاها سبونجيوزيس وجات الار بي سيز راحت دخلت في السبونجيوتيك فيزيكال وعملت لك هيموراجيك فيزيكال ما انت عماله تقري ومش معايا. فقال الابيدرموتروبيزم اللي هو ابنورمال سيلز لكن اكسوسيتوزيس هو نورمال سيلز. ما اروعك صح كده يعني ما فيهاش اكسوسيتوزيس. فيها اكسوسيتوزيس ابيدرموتروبيزم اصلا غلط صح. لا ما فيهاش ابيدرموتروبيزم مع الرجل الكورونيكا بقى هي اللي ما فيهاش اكسوسيتوزيس. الكورونيكا هي اللي ما فيهاش اكسوسيتوزيس. هي كانت بتكتب فيها اه لعيب مش منها لعيب من عاصم كاتب الكورونيكا تحت كده تحت كده في الثانيه لونهم عشان يبان. يبقى انا عندي بليفا خلاص فهمنا الهيستوباثولوجي بتاعها عرفنا بتيجي ازاي. طيب التي لنفوسايتس اللي طلعت دي ده تي 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 سايتوتوكسيك يبقى سي دي 8 بوزيتيف صح. يلا بقى مين اللي قارني بين البليفا والليمفوماتويد بابيولوزيس؟ ده تقول واحنا سي دي 20 ماشي. الايج اوف اونسنت الايج مين اللي هيجي في الاطفال اكتر؟ البليفا يبقى دي تشايلد تشيلدرن دي اكتر مع الاولدر ايج. كلينيكال بيكتشر مين اللي هتيجي بسرعه وتروح بسرعه وتقعد بسرعه؟ دي بليفا دي هتروح بسرعه تيجي بسرعه بس دي بتاخد وقت اطول يعني مثلا بتيجي بسرعه كروبس بس بتقعد وقت اطول من البليفا على الجلد ولما بتيجي ترجع بترجع اسرع انما دي لما بتيجي تيجي ترجع بترجع ابطا ماشي. طيب كماركر بقى البليفا هي سي دي 3 بوزيتيف في الاثنين لانهم الاثنين تي لمفوسايت صح. سي دي 7 اخبارها ايه بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنا موجوده بوزيتيف وهنا. طيب وسي دي 8 بوزيتيف انما سي دي 7 و8 هنا نيجاتيف نيجاتيف صح؟ اه يعني سي دي 3 بوزيتيف في الاثنين لكن 7 و8 بوزيتيف في البليفا ونيجاتيف. طب سي دي 4 بقى سي دي 3 هي اللي بوزيتيف في الاثنين ماشي وسي دي 7 و8 بوزيتيف في البليفا ونيجاتيف في الثانيه. اه طبعا احنا عارفين سي دي 7 بوزيتيف ليه؟ لانها نورمال سيلز. طيب سي دي 30 السي دي 7 دي بتبقى موجوده في النورمال تي لمفوسايتس التيبيكال تي لمفوسايتس انما بيحصل لها بتختفي مع المالجنسي بتختفي مع المالجنسي خلاص؟ حلو كده بيسموها انتيجين اكسبريشن اوف نورمال سيلز بتختفي اول ما تتحول الى مالجنت. طب سي دي 30 هتبقى بوزيتيف في البليفا ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف وبوزيتيف ايه ده 6 سي دي 30 دي هي سي دي 4 بقى ما مقصود الكلام ده معلش معلش عادي الليمفوماتويد بابيولوزيس الشادي بتاعه الليمفوما دي مالجنسي سي دي 4 نيجاتيف هنا نيجاتيف هنا وهنا نيجاتيف 3 و 4 بوزيتيف هنا بوزيتيف هنا ايه اللي بيميز سي دي 30 دي مش قلنا ان هي بتبقى لارجر سيلز صح. طيب احنا دلوقتي قارن البليفا بالليمفوما بتاعه بابيولوزيس دي هذه اهم مره بتاعه سي دي 30
اهم حاجه سي دي 30 بوزيتيف هنا نيجاتيف هنا سي دي 7 و8 بوزيتيف في البليفا نيجاتيف في الليمفوماتويد بابيلوزس مين اللي تقلب الليمفوما او مين اللي هي الليمفوما اصلا الليمفوماتويد بابيلوزس ماشي لا لا سي دي 30 سي دي 30 بوزيتيف دي بتاعت الليمفوماتويد بابيلوزس نوع من انواع التي ليمفوسايتس كده عليها سي دي 30 بوزيتيف فعشان كده في كاتيجوري كده من التي سي الليمفوما حاجه اسمها سي دي 30 بوزيتيف ليمفو بروليفراتيف ديس اوردر من ضمنهم الليمفوماتويد بابيلوزس الهيستوباثولوجي بقى مين اللي معاه ابيديرموتروبيزم ومين اللي معاه مش عارف وهنا كاتب ابيديرموتروبيزم مش عارف انا كنت بشوف هو كاتب سي دي 6 انتيجين اكسبريشن ديكريز فين ده بيبقى ابسنت بقى مش المطلوب ابسنت اه ابسنت ديكريز يعني ما عادتش نورمال ايوه يا ماما ابسنت اللي هو سي دي 6 انتيجين اكسبريشن طيب قال لك ان البليفا دي موستلي من الدرج البليفا دي موستلي من الدرج طالما جبت سيره درج يبقى لازم احط ايزينوفيل ايزينوفيل يبقى مين اللي معاه ايزينوفيل البليفا ولا الليمفوماتويد بابيلوزس بليفا خلاص كفايه كده بقى عليهم كده ده كاتب ليه دكتور ايزينوفيل لا 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 البليفا اللي معاها ايزينوفيل البليفا مع ايزينوفيلز طيب لا يا ستي مين اللي قالك ان هي رير الاثنين فيهم ايزينوفيل بس لا الايزينوفيل اكتر في البليفا طيب بي ال سي لسه برضه كان في حته بتاعت الديسكراتوزيس اكتر في البليفا وخلاص مش مشكله طيب ادخل بقى على البي ال سي احنا البليفا دي بيسموها بيترياز لايكينويد ايد اي فاريليفورم اكيوتا طيب البي ال سي بيترياز لايكينويد كرونيكا بي ال سي اه بيترياسيس لايكينويد كرونيكا حلو بيترياسيس لايكينويد كرونيكا قال لك ده سبيكترم بيبدا بالبليفا وينتهي بالكرونيكا ده ناس قالوا كده ومنهم الدكتور حسين بيقول لنا كده ان البليفا والبي ال سي الاثنين سبيكترم واحد يبدا بالبي ال سي وينتهي بالكرونيكا يعني يبدا بالاكيوتا سوري وينتهي بالكرونيكا وفي ناس قالت ان هو بيجي from the start كده بي بي ال سي البي ال سي اللي بيجي في طفل صغير برضو بيجي لك بعباره عن لايكينويد بابيولس بس لايكينويد بابيولس اوعى تنسى الكلمه دي كفرد باي وات از كولد ذا مايكا سكيلز مايكا سكيلز عامله زي قشره السيراميك بتتشال از وان يونت من غير الحته دي انا ما شخصتش بي ال سي من غير الحته دي انا ما شخصتش بي ال سي البليفا تسيب لي سكار صح البي ال سي تسيب لي بوست انفلاماتوري هايبو اور هايبر بيجمنتيشن مكتوب عندكم هايبر بس هي بتسيب هايبو يعني مينلي هايبو ماشي هايبو بيجمنتيشن جاي لي طفل صغير ولاد صقر تقريبا جاي لي بهايبو ليجنز وبعدين خدنا له هيستوباثولوجي لقيناها بي ال سي دي سايبه مكانها الهايبو بيجمنتيشن بتاعتها حلو الكلام يبقى البي ال سي بتجيلي لايكينويد بابيولز كفرد باي مايكا سكيلز هو جايب الهايبوبيجمنتيشن فاحنا الهيستوباثولوجي طلع لسه في باثولوجي اه مع كرونيكا بقى مع الهيستوباثولوجي بيفضل موجود معايا ماشي البي ال سي دي البي ال سي لما بقى او البليفا لما باجي اعالجهم بعالجهم ازاي قال لك والله انت هتدي انتي بايوتيك مين الانتي بايوتيك اريثرومايسين بس الاول قبل ما بتدي الاريثرومايسين المفروض تدي تتراسايكلين في الاول ليه قال لك والله ان التترا سايكلين ده انت هتستفاد منه من الانتي انفلاماتوري افكت بتاعته خلاص حاجه طيب افرض بقى جت في طفل صغير والتترا سايكلين زي ما الدكتور اسراء عارف ان هو كونترا انديكيتد اقل من كام سنه 12 سنه ده كله اطفال كله اول حاجه مين انت اتش اي في احنا فين مش كومات اي في اللي مين اللي قال ان مش الاطفال مش كومات فيها اتش اي في هو اتش اي في عاده بيجي في مش ولا وحكايه الاسماء دي قولي معايا لا ده لسه في يوجوال حاجات دي بس الاتش اي في ما انا فاهم بس الاتش اي في ما هو في الاطفال برضه ايوه موجود بس انا اقصد يعني ده اول سنه لا مش اول سنه هي البي ال سي بتبقى اكتر في الاطفال لكن البليفا بتبقى موجوده في الادلت سايز وممكن تقعد سنين وتفضل البليفا زي ما هي بس ما بتقعدش سنين يعني ده انا شفت حلقه يعني دلوقتي ثابته ريكرنت لا هو كروبس بتخف وكروبس ثانيه كروبس بتخف وبتطلع شغاله بشكل اكيوت
ما هو لازم تاخد لها باثولوجي، لازم تفرقها بينها وبين الليمفودو البابيلوت، لان الاثنين شبه بعض بالظبط. طيب الباثولوجي شبه بعض؟ اه اصبري بس، انما في الهيستوباثولوجي لا، هو بيختلف بس زي ما الدكتوره اسراء قالت ان مفيش اكسوسيتوزيس عشان مفيش فيزيكال، وفي الترنيتنج بار كيراتوزيس مع هايبر كيراتوزيس. اخر حاجه بقى، حاجه اسمها حاجه من البليفا كده، حاجه اسمها فيبرايل السيرو نيكروتيك موكا هابرمان ديزيز. فيبرايل السيرو نيكروتيك موكا هابرمان ديزيز ده فاريانت بيجي من البليفا، بيجي اكتر فين؟ في الاطفال، بيبقى معاه بليفا. ايه هو في الهيستوباثولوجي ما فيهاش سبونجوزيس؟ اه بس كده، والالترانيك هايبر وبار. اه بس معاها برضه بيرفاسكول انفوسيتيك انفلتريت. فين؟ لا يا ستي لا لا لا، لو فيها سبونجوزيس كانت بات في فيزيكال. هي البي ال سي مالها؟ فيها سبونجوزيس ممكن، بس اللي اقل اللي اكتر منها البليفا. هو ممكن يحصل سبونجوزيس من غير اكس؟ بص بص بص، لا لا لا، لازم يحصل اكس. بص يا ماما، اللي بيحصل السبونجوزيس ده علشان يحصل لازم الليمفوسايتس تطلع. حلو؟ البليفا والبي ال سي عاملين زي الاكيوت اكزيما والكرونيك اكزيما بالظبط. الاكيوت اكزيما بيبقى فيها فيزيكيليشن، والكرونيك اكزيما ما بيكونش فيها فيزيكيليشن. الاولانيه بيكون فيها اكسوسيتوزيس كتير وسبونجوزيس كتير، الثانيه ما بيكونش فيها اكسوسيتوزيس كتير ولا سبونجوزيس كتير. خلاص الدكتور اللي هو مش ممكن يحصل اديما في الابيديرمال سيلز؟ هو ممكن بس اه. طيب ما مش ممكن يحصل اكسوسيتوزيس؟ انا لسه في حاجه اسمها الاديما وفي حاجه اسمها انترسيلولار اديما. ايوه مش انترسيلولار اديما، انما انترسيلولار اديما دي حاجه ثانيه. هو دلوقتي التريتمنت هو بس الاسوماسيس بريسيدد باي، ما انا لسه ما كملتش. انا ما قلتش بريسيدد، انا قلت المفروض ادي التتراسايكلين. طب افرض جات لي في طفل صغير اقل من 12 سنه، ما ينفعش ادي له تتراسايكلين. ليه؟ لانه بيعمل بيرمننت يلوش ديسكلريشن في التيس. حلو؟ فادي له ايه؟ اريثرومايسيس. ده سؤال شفوي يا بنت. دي كنا زمان بندخل على الحالات بي ال سي مثلا، دي يا بنتي دي بي ال سي، طب تعالجي اللي هو الطفل الصغير ده. والله يا فندم كان المفروض ادي له تتراسايكلين، بس ما ينفعش ادي له تتراسايكلين. ليه يا بنتي؟ عشان بيعمل كذا كذا كذا. طب تدي له ايه مكانه؟ ادي له اريثرومايسين يا فندم. هو احسن؟ والله يا فندم هو زيه اقل منه بس يعني سيف للاطفال. طب افرض انت مش عايزه تديله نارو باند يو في بي، ماشي؟ نارو باند للاطفال؟ اه. طب افرض النارو باند يو في بي ما يبقى له دوز ميسو فلوكسيد، ماشي؟ وايه اللي هيمنع الاريثرومايسين؟ اخر حاجه ايه؟ لو مش نتيجه يعني اديله اه اخر واحده يعني اديله ميزوتريكسيد ولا اديله لو دوز ميزوتريكسيد؟ اديله ميزوتريكسيد ولا استنى تبقى اوحش؟ لا طبعا، ده بيعمل بيرمننت ديسكلاريشن في التيس، انما الميزوتريكسيد انت هتديه لفتره محدوده وخلاص مش هيعمل اي مشاكل. هو بصراحه اللي بيبقى روعه فيها النروبال اه بي ال سي روعه. بي ال سي لا على فكره، في الدوز اللي الدافئ الجلديه ديت لا تقارن بالدوز بتاعت الاورام اللي بياخدوها الاطفال برضه. يعني الطفل اللي بيجي له لوكيميا والليمفوما والحاجات دي بياخدوا وما بيحصلوش حاجه بعدها. على فكره بقى ابيديرمال التريشن هايبر كيراتوزيس اند بارا كيراتوزيس مش سبونجوزيس. اصل ايه التريشن؟ يعني بارا كيراتوزيس وهايبر كيراتوزيس. طب هو ايه دي؟ انا بقى متاكد منها بقى. فانت من البليفا حاجه اسمها فيبرايل السيروتيك فاش قاعده. فيبرايل ايه؟ فيبرايل كيراتوزيس بات مي بي بارا. فيبرايل هي ريفلكس ساين اللي احنا خدناها مره اللي فاتت. اما لما رجعت اذاكرها وقعت مني، اشمعنى في حتت بارا كيراتوزيس وحته هايبر كيراتوزيس؟ وانا اللي عرفني يا اختي. لا حضرتك لو وريني شكلها كده كان انا كان في كولمز كده فيها بارا كيراتوزيس وتحتها ديسكيراتوتيك سيلز او الاتيبيكال سيلز، وحته هايبر كيراتوزيس وتحتها نورمال سيلز. وقالوا النورمال سيلز دي تحت السيرنج، بتبان بقى ازاي فايكرو سيرنج؟ عشان كده بيقول لك ايه تحتها الايكرو سيرنج اللي هو الضغط بتاعت السويت جلاندز دي ما بيحصلش فيها حاجه، ما بيحصلش افكشن بيري سيرنجيا، وبالتالي الهايبر كيراتوزيس هتلاقيه تحته السيرنج والسيلز نورمال، انما البارا كيراتوزيس هي اللي تحته اتيبيكال سيلز. بصي فيبرايل السيرو نيكروتيك ممكن هابر مانديزيز، هو سيفير فارينت من البليفا، بيجي اكتر في الاطفال الصغيرين ومعاه كمان فيفر ماشي، ومعاه كمان ميوكوزا. البليفا دي كومن بنشوفها اه، البليفا دي بنشوفها كتير ماشي. ريفلكس ساين دي في الاكتينيك كرتون اه،
فلاكس اي ان دي فلاكتينيك كيراتوزيس. ممكن بس تفكرني بالسي دي 30 عشان سي دي 30 بوزيتيف ليمفو بروليفيرتيفز دي كانت عباره عن لارج سيلز. كانت عباره لا كانت نورمال سيلز بس لارج سيلز ولارج كونفليوتد كريبري فورم نيوكليس وزامبل سيكلوتيك. لا فيبرايل انا لازم اقولها لها بالظبط فيبرايل السيرو نيكروتيك موكا هابرمان ديزيز. لما بيجي في الامتحان يقول لك يا بنتي ايه هو الموكا هابرمان ديزيز هو البليفر. موكا هابرمان ديزيز لا موكا هابرمان لوحده كده هو البليفر. اه اللي هو مجنب انما الفيبرايل السيرو نيكروتيك دي حاجه لوحدها ماشي. طب هو الموكا هابرمان اللي هو الفيبرايل دوت فيفر وليمفادينوباسي معاه اسوشيتي ده هو بليفر 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 بس جاي بقى مش جايب نيكروتيك بابيولز ده جت بالسر بقى. لا ماشي في الرقم التشيكن بوكس. لا يا حبيبي ما معاه فيفر ليمفادينوباسي ومعاه ميكوزا الافكشن ومعاه بتاع وريكرنت غير الاصلاح فيفر وحاجه اللي هي اللي ايوه ماشي. لا لا التشيكن بوكس تيجي في اي حته ما عدا الاكستريميتيز ماشي. ممكن بقى يدخل على الكورونيكا ترانسفورميشن تو ليمفوما ليمفوماتويد بابيلوزيس. النهارده خدنا حبه حلوين دكتور. هم مش شرط يجوا مع بعض صح؟